السلام البنات، لاباس عليكم. المهم هنايا غادي نوجد معكم غديوة خفيفة نتمنى تعجبكم. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جيت ندير معكم واحد الغديوة خفيفة، تقديت شوية حوت من المارشي وبغيت ندير غديوة خفيفة انا وراجلي. المهم هنا جبت هاد الروجي كما قلت لكم، دايرينه في المارشي هاد الكونتيتي كما هكا، ان بول معمرينه دايرينها بسيزو. الحوت في المكازان غالي بزاف. المهم هنا غادي ندير شويه الكمون، شويه الكمون، شويه فلفله حمراء، وشويه سكينجبير باسكو الحوت يبغي سكينجبير. وبطبيعه الحال هاد الخلطه ديال ليدل اللي كتباع في ليدل كديروها بور لي سالاد، مي انا كنوتيليزيها بور لي سالاد ونوتيليزيها بور لي بريباراسيون ديالي. كتشوفوني في لي روسيت نتاعي كنديرها بزاف، نستعملها. فوالا، عندي شويه الملحه، ديروا شويه الملحه. فوالا، غنخلط هاد المسائل باش نقليهم. هنايا البنات درت الزيت تحمى، عندي هنا شويه لافارين باش ندير فيها الحوت كيما باش ندير الحوت ديالي كيما هكا. المهم البنات نديرو يتقلى ومن بعد نرجع لكم. فوالا، شوفو هاد لوكوتي واش طايب، لأن الحوت مخصوش يتبدل بزاف، يعني مخصوش تخليه فوق النار بزاف، خصو غير شويه كيوصله، يعني كي يطيب هو في الساع الحوت. المهم نخليه يتقلى شويه ومن بعد نرجع لكم. هنا البنات غادي نوجد معكم ان سلطه افيك الحوت اللي قليت. انا عندي ان طوماط، فوالا، هنا عندي بتيت خيارة حتى هي نقصها على جوج، فوالا. انا عندي وحده افوكا حتى هي نقطعها كيما هكا، فوالا. نقطع غير معكم كيما، يعني مانيش نزوق، راني ندير حاجه يعني قدامكم ديريكت بلا ما نزوق عليكم. لافوكا يعجبني بزاف بزاف في لاصالادا البنات، كنموت عليه. وهنا قصيت واحد التفاحه، التفاحه حتى هو كيجي زوين في لاصالاد، كيجي فريمون زوين، يعني سلطه تكون صحيه وزوينه كتشد لك كاع النهار. فوالا، هنايا البنات قليت ملي كملت الحوت قليت واحد الحبه فلفله حار، راكو عارفه الحار فلفله حار كيجي زوين مع الحوت، كيجي واعر واعر مع الحوت. دابا غادي ندير لافينيغرات ديالي، غادي ندير شويه من هذا كتعجبني في لاصالاد بزاف كما قلت لكم، الملحه والزيت. والليمه
اللي مع البنات مشيت للمرشي وانايا كيعجبني كل ما نمشي للمرشي كنجيب الليم لان نلقاه رخيص بزاف. اليوم نسيتو باسكو يعجبني كنعصرو كل يوم نديره في القرعه ديال الماء وكنشرب به توت لا جورني كيعجبني بزاف فوالا ونسيتو. دروك راه مزيه عندي هذه تاع القرعه نديباني بها. فوالا ها هي لاصالاد ديالنا. من بعد غادي نميلونجيها من قرب نحط في الطابله. الحوت ديالنا راه غادي راه وجدها هو ها هو الحوت موجود كما قلت لكم. الفلفله حاره اللي قليتها ومع ان سالاد فوالا غديوه خفيفه. نتمنى تعجبكم وتبارطاجيو وكما نقول لكم شكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. الله لا يخطيكم والله يحفظكم ويخلي لكم عز عليكم وشكرا. وما تنساوليش اللايك 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 اللايك. بارك الله فيكم. سلامه.